السلام عليكم. مثل صعوبة اليوم للدخول في المحاضرة، فإن شاء الله يعني أحاول أتصل بالدعم الفني، لأرى ربما السبب إنه أنا ما أستطيع أدخل اليوم للمحاضرة، ولكن يعني إن شاء الله يعني نحاول أننا نلهي ما هو مطلوب في هذه المحاضرة الحية رقم 8. توقفنا في يعني الحصة السابقة في المحاضرة المرئية رقم 17، صحيح؟ أي خلصنا، نعم. هل الصوت واضح أم ينقطع؟ واضح. بالطبع في المنتدى أظن الجميع يعني وضعت في المنتدى أنه هناك محاضرات إضافية، وذلك يوم السبت ستكون هناك يعني محاضرات إضافية يوم السبت. هل يعني الجميع على علم بهذه المحاضرة الإضافية؟ نعم. إن شاء الله بهذه المحاضرات الإضافية نستطيع أننا ننهي ما هو مطلوب في المحاضرات الحية. نعم، أظن بالنسبة للمحاضرات بالنسبة للمحاضرات الحية التي تم إضافتها، تبدأ الساعة 9:15، الساعة 9:15. نعم، أن تبقى المحاضرات العادية في وقتها يوم الثلاثاء في نفس الوقت، وتضاف المحاضرات يوم السبت على الساعة 9:14. إذا توقفنا في المحاضرة المرئية رقم 17 والكوز الاختبار السريع أمامكم المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 17، دليل تشخيص هندسة الجودة الشامل يحتوي على 5 مواضيع، 6 مواضيع، 7 مواضيع أساسية، دل جميع ما ذكر. دليل تشخيص هندسة الجودة يحتوي على 5 مواضيع أساسية، 6 مواضيع أساسية، 7 مواضيع أساسية، جميع ما ذكر.
وإذا في هذه المحاضرة المرئية تم تقديم دليل التشخيص لهندسة الجودة، فنحن نستعمل هذا الدليل نسأل الموظفين لمعرفة مشاكل الجودة، فمثلا نسألهم مشاكل جودة مرتبطة بظروف العمل، هل هي يعني المشاكل هذه مرتبطة بالأجهزة واللوازم، بأهداف تهيئة وترتيب الأماكن والمحلات، بالأشياء المؤذية والمضرة، بالحمل والعبء المادي للعمل، بالظروف المادية للعمل، بتوقيت العمل، بأجواء العمل، أيضا المحور الثاني تنظيم العمل، نسأل هل هناك مشاكل متعلقة بتوزيع الأعمال والمهمات، بالاهتمام بالعمل، بإعادة تنظيم الأقسام والإدارات، بالاستقلالية في العمل، بالقواعد والإجراءات، مشاكل متعلقة بتعدد الكفاءات، مشاكل متعلقة بالهيكل التنظيمي، أيضا المشاكل المتعلقة بمعالجة الغياب، غيابات أيضا تدخل في تنظيم العمل، ونسأل أيضا عن مشاكل في إدارة الوقت المتعلقة باحترام الأجال والأعمال التي لم يقع القيام بها كما ينبغي، والتخطيط والبرمجة للأفعال والعوامل المقلقة لإدارة الوقت. ثم نسأل أيضا عن المحور الرابع الاتصال والتنسيق والتشاور الأفقي والعمودي، بخصوص إرسال المعلومات والعلاقات مع المصالح المحيطة وعلى مستوى الفريق الإداري وبين الشركة الأم والفروع وأيضا داخل القسم، ونسأل أيضا عن الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصال والتنسيق والتشاور. إذا كان الموضوع مثلا في بلديات نتحدث، هو التفاصيل موجودة في المحاضرة المرئية، في المحاضرات المرئية المصورة، ولكن يعني في المحاضرة الحية فقط أسردها، إذا كان فيها مثلا نقطة معينة غير واضحة يمكن نفصلها، لكن إذا كان واضح فكل التفاصيل موجودة في المحاضرات المرئية. فإذا كنا مثلا في بلدياتنا كنا نتحدث على منتخبين وموظفين، أيضا يعني بين يمكن أن نلاحظ مشاكل اتصال والتشاور في يعني إدارة مركزية، أو إذا كان يعني هناك شبكة فروع في شركة. فبالنسبة أيضا لإشكاليات متعلقة بالتدريب المندمج، فيمكن نبحث عن مشاكل متعلقة بملائمة التدريب مع التشغيل، أيضا يعني مشاكل متعلقة بالأجهزة والمعدات، وأيضا يمكن نسأل على الإشكالية المتعلقة بالكفاءات المتوفرة، أيضا احتياجات للتدريب، عن إشكاليات متعلقة بالتدريب والتغيير الفني والتقني. ثم آخر محور في دليل التشخيص، نحن الآن في المحاضرة المرئية رقم 17، سترون أن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع سهلة جدا، يعني سنتدرب عليها إن شاء الله. فأيضا نلحظ الإشكالية المتعلقة بالتنفيذ الاستراتيجي، فنسأل عن يعني المشاكل المتعلقة بال التوجهات الاستراتيجية، والأشخاص الفاعلين في الاستراتيجية، الإشكاليات المتعلقة بتجزئة الأهداف والتنفيذ الاستراتيجي، نظم معلومات، إدارة الموارد البشرية، أدوات التنفيذ الاستراتيجي، نمط الإدارة، ووسائل التنفيذ الاستراتيجي. ثم وضحنا كيف نقوم بتحليل هذه اللقاءات، وكيف نوزع هذه المحاور ونربطها بمقام الموظف من جمل استشهادية، وكيف أننا يعني نستحدث أفكار مفاتيح،
و كان هذا يعني تعريب المحاور، المحاور الفرعية والجمل الاستشهادية والأفكار المفاتيح وتواتر دور الجمل الاستشهادية، كان آخر ما قلناه في المحاضرة المرئية رقم 17. إذن الإجابة عن الجزء والاختبار السريع أمامكم: دليل تشخيص هندسة الجودة الشاملة يحتوي على إذن ألف خمسة مواضيع أساسية، ب ستة مواضيع أساسية، ج سبعة مواضيع أساسية، د جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي ب. فدليل تشخيص هندسة الجودة الشاملة يحتوي على إذن الإجابة ب ستة مواضيع أساسية. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 16، رقم 17: مشاكل الجودة المتعلقة بالأشياء المؤذية والمضرة تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف ظروف العمل، ب تنظيم العمل، ج إدارة الوقت، د جميع ما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي ألف ظروف العمل. مشاكل الجودة المتعلقة بالأشياء المؤذية والمضرة تدخل في إطار المحور الرئيسي إذن ظروف العمل. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 17: مشاكل الجودة المتعلقة بالقواعد والإجراءات تدخل في إطار المحور الرئيسي إذن ألف التدريب المندمج، باء الاتصال والتنسيق والتشاور، جيم تنظيم العمل، دال جميع ما ذكر. ففعلا الإجابة هي جيم تنظيم العمل. مشاكل الجودة المتعلقة بالقواعد والإجراءات إذا تدخل في إطار المحور الرئيسي إذا جيم تنظيم العمل. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 17: مشاكل الجودة المتعلقة باحترام الأجيال تدخل في إطار المحور الرئيسي: ألف التنفيذ الاستراتيجي، ب إدارة الوقت، ج تنظيم العمل، د جميع ما ذكر. وإذا الإجابة هي إذا ب مشاكل الجودة المتعلقة باحترام الأجيال تدخل في إطار المحور الرئيسي إذا ب إدارة الوقت. السؤال الخامس والإجابة بصح أم خطأ: الجمل الاستشهادية في تشخيص هندسة الجودة الشاملة يقع استخراجها من خلال ما تم تدوينه في مرحلة لقاءات، ويختار المستشار في الجودة ما بين 12 و15 جملة استشهادية، وذلك بحسب طيبتها المضافة. هل هذا صحيح أم خطأ؟ فعلا هذا صحيح. فإذا الجمل الاستشهادية في تشخيص هندسة الجودة الشاملة يقع استخراجها من خلال ما تم تدوينه في مرحلة اللقاءات، ويختار المستشار في الجودة ما بين 12 و15 جملة استشهادية، وذلك بحسب قيمتها المضافة. ولم يقول: لو سمحت، هذه الجملة الاستشهادية التالية تكررت في مشاكل وقت أيضا في تنظيم العمل، فلو تكررت عندما يتغيب أحد العمال فإن نسق العمل ينخفض لأن المعوض يحتاج إلى وقت كبير. يمكن توضح لنا بينهم لنتعلم كيف القيام بالعملية في الوقت. تكررت في مشكلة مشاكل الوقت وتنظيم العمل. شوف هنا واضح أن الموضوع كيف تكررت يعني.
أين تكررت؟ هذا الموضوع في الحلقة رقم 18، صحيح أم لا؟ أنتم مررتوا إلى المحاضرة رقم 18، صحيح أم لا؟ ها؟ صحيح أم لا يا شباب؟ مهم، هذا في المحاضرة القادمة صح؟ نعم، إذا ندخل إلى المحاضرة رقم 18 و يعني أوضح لكم يعني، لأنه بالطبع في لما نتحدث مع الموظفين والعمال لما يقول جملة في بعض الأحيان يعني يعني يدخل في تلك الجملة أكثر من عناصر. بالطبع أنا أحاول في الاختبار أني أسهل على الطالب. ما معنى أسهل على الطالب؟ يعني تجد مثلا الوقت، كلمة وقت واضحة، فإذا تجد الإجابة يعني واضحة مرتبطة بإدارة الوقت. يعني مثلا إذا كان يمكن أنك مثلا جملة تحتمل تنظيم الوقت وإدارة الوقت، فأنت مثلا لن تجد كلمة، مثلا لن تجد خيار تنظيم الوقت، لن تجد إلا خيار واحد اسمه إدارة الوقت. أو مثلا أنا أريدك أنك يعني تجيب تنظيم الوقت، فبإذن الله سترون أنه يعني في الاختبارات ستكون الجمل الاستشهادية واضحة ولا لا تحتمل نعم لا تحتمل. لكن لابد أنكم تنتبهوا، في الواقع الأمر ليس بالسهولة هذه، يعني ليس يعني لما نقوم بمهمات يعني استشارية في الجودة يعني فعلا نجد صعوبة كبيرة في تصفية ما يقوله الموظف، لأنه يعني هذا الموظف بالطبع أنت تسأله بعض الأحيان سؤال هو يجيبك يعني على 3 4 أسئلة في نفس الوقت يعني. واضح شباب؟ وتلاحظون أنه يعني حتى في الأسئلة التي نتدرب عليها سترون أن يعني الإجابات لا تحتمل التأويل. فإذا ندخل إذا إلى المحاضرة المرئية رقم 18، فأعطينا أمثلة من جمل استشهادية قالها الموظفون وعبروا عن مشاكل الجودة التي تعيقهم. مثلا يعني في ظروف العمل أعطينا مثال، أحد العمال يقول أحيانا أجد نفسي أمام تكدس السلع يمنعني من انتقال من مكان إلى آخر. بالطبع في تنظيم العمل أعطينا المثالين، في إدارة الوقت أعطينا 3 أمثلة، في اتصال وتنسيق وتشاور أعطينا 4 أمثلة، في التدريب المندمج أيضا قدمنا في 5 أمثلة، في التنفيذ الاستراتيجي قدمنا أيضا 6 أمثلة. ثم وضحنا كيفية يعني قياس الترددات، ثم في الأخير قدمنا النتائج العملية لتشخيص الجودة، وقلنا يمكن تحويل المعلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي، كما أن تحويل المعلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي والمعلومات الكمية الموجودة في التشخيص الكمي يعني يمكن أنها يعني هذه المعلومات الكيفية تحول إلى معلومات كمية ثم إلى معلومات مالية، وبالتالي فإن التشخيص في هندسة الجودة الشاملة لا يكون كيفي وكمي ومالي. إذا بالنسبة بالطبع الكوز، ما قدمنا الكوز اللي هو الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18. إذا الكوز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18، إذا أمامكم السؤال، أحيانا أجد نفسي أمام تكدس للسلع يمنعني من الانتقال من مكان إلى آخر. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي، ألف ظروف العمل، باء تنظيم العمل، جيم إدارة الوقت، دال جميع ما ذكر.
وفعلا الإجابة الصحيحة هي ظروف العمل. فأحيانا أجد نفسي أمام تكدس السلع يمنعني من الانتقال من مكان إلى آخر. إذا هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. إذا ألف ظروف العمل. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18: العمل يتعطل لما يتغير الموظف المكلف بإدخال بيانات في الحاسب الآلي. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. ألف التدريب المندمج، ب الاتصال التنسيق والتشاور، جيم تنظيم العمل، د جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي تنظيم العمل. فالعمل يتعطل لما يتغيب الموظف المكلف بإدخال بيانات في الحاسب الآلي. هذا يعني هذه الجملة الاستشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. إذن الإجابة جيم تنظيم العمل. ثم السؤال الثالث: المكالمات التليفونية تمنعني من القيام بعملي في الوقت المحدد. هذه الجملة الاستشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. كيف هناك سؤال مهم مثل ما قلنا، يعني الجملة فيها تغييب تخص تنظيم العمل، ويعني الجمل اللي ربما تحتمل أكثر من فكرة. دائما إن شاء الله تجدون خيار واحد، ما تجدون الخيارين يعني. وبإذن الله في الاختبار لن تجدوا إلا يعني الجملات الاستشهادية فيها يعني اختيار واحد. نعم، يعني طرد الجملة مثل ما قلنا، الجملة الاستشهادية التي فيها إشكالية بخصوص التغيب هذه تهم تنظيم العمل. الإشكالية لما يتغيب عامل ماذا يترتب عنه من مشاكل، هذه كلها يعني مرتبطة بتنظيم العمل. واضح؟ هل هناك أي تساؤل؟ هل هناك معنا أسئلة لم أرد عليها؟ تم الإجابة على جميع الأسئلة؟ إذا قلنا بالنسبة للعمل يتعطل لما يتغير الموظف، وضحناها تنظيم العمل هذه، وتلاحظون يعني لم تتم الإشارة في الخيارات إلى إدارة الوقت. ثم السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18: المكالمات التليفونية تمنعني من القيام بعملي في الوقت المحدد. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. ألف التنفيذ الاستراتيجي، ب إدارة الوقت، جيم تنظيم العمل، د جميع ما ذكر. وإذا الإجابة الصحيحة هي فعلا ب إدارة الوقت. المكالمات التليفونية تمنعني من القيام بعملي في الوقت المحدد. هذه جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. إذا الإجابة ب إدارة الوقت. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 18: أعد برنامج العمل بالتشاور مع المسؤول عن الإنتاج، ولكن هذا الأخير يغير البرنامج دون إعلامي، وهذا يعطلني كثيرا. هذه إذن جملة استشهادية تدخل في إطار المحور الرئيسي. ألف ظروف العمل، ب التنفيذ الاستراتيجي، جيم الاتصال والتنسيق والتشاور، د جميع ما ذكر.
وفعلا الإجابة الصحيحة هي جيم. فأود برنامج العمل بالتشاور مع المسؤول عن الإنتاج، ولكن هذا الأخير يغير البرنامج دون آلامي، وهذا يعطيني كثيرا. هذه جملة استشهادية لم تدخل في إطار المحور الرئيسي، إذن الاتصال والتنسيق والتشاور. السؤال الخامس والإجابة ب صح أم خطأ، لا يمكن تحويل معلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي، هل هذا صحيح أم خطأ؟ هل هذا خطأ؟ فالصحيح أنه يمكن تحويل معلومات الكيفية المتواجدة في التشخيص الكيفي إلى معلومات كمية للحصول على تشخيص كمي. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 19. إذا أمامكم الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19. شبكة التحليل الذاتي للوقت تمثل تشخيصا لألف أربعة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ب خمسة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ج عشرة أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، د جميع ما ذكر. وكنا في هذه المحاضرة في هذه المحاضرة المرئية رقم 19 دخلنا في موضوع مشروع الجودة، وقمنا بتعريف مشروع الجودة وتوضيح العلاقة بين أدوات مهندس الجودة ومشروع الجودة، المنهجية العملية لإعداد مشروع الجودة، ثم النتائج العملية لإعداد مشروع الجودة. فوضحنا أن المرحلة الثانية من سيرورة هندسة الجودة هي إعداد مشروع الجودة، الذي يهدف بالأساس إلى إعطاء حلول لمشاكل الجودة التي تم اكتشافها في المرحلة الأولى التي هي مرحلة التشخيص. وبالطبع يتم الاعتماد على نقاط القوة لكي يعني نتخلص من الإشكاليات التي تعتبر نقاط ضعف، فنحاول أن نحولها إلى نقاط قوة. يعني الحلول التي تقدم تأخذ شكل الأهداف، وتلك الأهداف نضعها في مخططات. فإذا قدمنا المخططات، مثلا المخطط الاستراتيجي لإدارة الجودة الشاملة، ففي هذا المخطط نضع حلول استراتيجية للتخلص من مشاكل الجودة. طبعا هذه الأهداف الاستراتيجية يتم تفصيلها إلى أهداف تكتيكية، ونعتمد بالطبع في اختيار الأهداف على ثقافة الجودة الشاملة، فنختار يعني مجموعة من القيم والمبادئ التي توجه اختياراتنا. بالطبع يعني ما هو الفرق بين مبادئ وقيم؟ يعني مبدأ عام والقيمة خاصة، يعني مثلا مبدأ الإخلاص هذا عام، من يعطي قيمة يكون مخلص، ومن لا يعطي قيمة لا يكون مخلص. فالفكرة أن نختار قيم ومبادئ التي هي ثقافة بالطبع المنظمة، نريد أن تكون ثقافة جودة، ونحاول أن نطبق وأن ننفذ ونجسد تلك الثقافة ومن خلال تنفيذ تلك الأهداف. يعني لما ننفذ تلك الأهداف الاستراتيجية التكتيكية، فأيضا نقوم بتنفيذ تلك الأهداف والقيم، وبالتالي نحقق تلك الثقافة. فبالطبع يعني هذه الأهداف مرتبطة بالسيرورات، يعني العمليات والنشاطات المنفصلة للسيرورات، يعني كل هذا الهدف لابد أن
تتم تحديد صياغته وتاريخ تنفيذه ومراقبته. وقدمنا لفترة زمنية بالنسبة للمخطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المخطط الاستراتيجي لمدة 10 سنوات. وبعد ذلك تحدثنا على المخطط التنفيذي لإدارة الجودة الشاملة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية. يتم تفصيل تلك الأهداف التكتيكية إلى أهداف تنفيذية تشغيلية على المدى القصير، وهي بدورها أيضا تساهم في تنفيذ القيم والمبادئ والثقافة، وهذا يعني يساعد أيضا في يحرك عملية التنفيذ والتقييم. وقلنا أن الفترة الزمنية لتحقيق الأهداف التنفيذية هي مدة سنة، وفي بعض الكتب مدة 6 أشهر. ثم قدمنا شبكة الكفاءات وبرامج التدريب، ووضحنا أنه يعني من المشاكل التي تحدثنا عنها واكتشفناها في مرحلة التشخيص، ومشاكل متعلقة بنقص يعني الكفاءات وإشكاليات متعلقة بالمهارات. فشبكة الكفاءات هذه تمكن من معرفة يعني النقص في الكفاءات، ثم تحديد احتياجات التدريب، فاختيار أهداف تطور الكفاءات، ثم إنجاز التدريب، فتنفيذ المعارف، وبعدها نعيد مرة ثانية نستعمل شبكة الكفاءات لنرى هل هناك تحسن وزيادة في الكفاءات أم لا. ثم تحدثنا أيضا عن إدارة الوقت وشبكة التحليل الذاتي للوقت، وهي تمكننا أن نعرف هل الوقت يعني متوفر في المنظمة كافي لإنجاز الحلول المقترحة في برامج الجودة، يعني في المخططات الاستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية للجودة. فشبكة تحليل ذاتي الوقت تمثل تشخيص 4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة والمتمثلة في إذا عدم احترام الأجيال المحددة، غير التخطيط والبرمجة للأفعال الأعمال والمهمات التي لم يقع القيام بها، وكثرة العوامل المخلة بإدارة الوقت. ثم في آخر المحاضرة المرئية رقم 19 تحدثنا عن جداول القيادة، وعرفنا بجدول القيادة بكونه نظام يتكون مجموعة مؤشرات يقع إعدادها وتنظيمها لإنجاز أعمال وأهداف مستحقها. إذا نجيب على الكوز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19. فإذا شبكة التحليل الذاتي للوقت تمثل تشخيصا لألف 4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ب 5 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ج 10 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، د جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي ألف. فشبكة التحليل الذاتي للوقت يعني تمثل تشخيصا لألف 4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19، لكي يقع ترجمة ثقافة الجودة الشاملة إلى مخططات استراتيجية للجودة الشاملة، نختار ألف القيم التي توجه اختياراتنا للأهداف والتي ستكون محركا لتنفيذها وتقييمها، ب المبادئ التي توجه اختيارات من الأهداف والتي ستكون محركا لتنفيذها وتقييمها، ج القيم والمبادئ التي توجه اختياراتنا للأهداف والتي ستكون محركا لتنفيذها وتقييمها، د لا شيء مما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي ج، لكي يقع ترجمة ثقافة الجودة إلى مخططات استراتيجية للجودة الشاملة، نختار إذن الإجابة هي جيم.
القيم والمبادئ التي التي تواجه اختيارات الأهداف والتي ستكون محركا لتنفيذها وتقييمها. إذا السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19، بصياغة المخطط التنفيذي لإدارة الجودة الشاملة، ألف نقوم بتجميع الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي إلى أهداف تنفيذية وعملية، ب نقوم بتجزئة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي إلى أهداف تنفيذية وعملية، ج نقوم بتأليف الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي إلى أهداف تنفيذية وعملية. دل جميع ما ذكر، وفعلا الإجابة الصحيحة هي ب، فلصياغة المخطط التنفيذي لإدارة الجودة الشاملة إذا نقوم بتجزئة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي إلى أهداف تنفيذية وعملية. إذا سؤال منهم يقول: الوقاية من مشاكل في التحليل الذاتي للوقت تدخل في إطار نوعية النشاط، ممكن توضح لنا ذلك؟ كيف تدخل في نوعية النشاط؟ استبقت موضوع السؤال لكن لم أجد إجابة لها في اللقاء المرئي. يعني هذا الوقاية من مشاكل في التحليل الذاتي للوقت تدخل في إطار نوعية النشاط. نوعية النشاط هذه يعني موجودة في محاضرة أخرى التي هي طبعا محاضرة المحاضرة المرئية رقم 21. نعم، يعني حتى الآن ملهم، يعني انتقلت بنا من المحاضرة رقم 19 إلى المحاضرة رقم 21، يعني استبقنا الأحداث يعني. فهذا يمكن أنه يعني يعمل لخبطة عند زملائي، لكن يعني لا أرى الإشكال أين، يعني أين الإشكال يا ملهم؟ أنت الحين عرفت أن المحاضرة رقم 21، وفي آخر محاضرة رقم 21 هناك يعني شبكة تحليل ذاتي للوقت، كيف تدخل في نوعية النشاط؟ يعني بالطبع احنا سنتحدث عن هذا في المحاضرة المرئية رقم 21، ولكن يعني هو التفصيل موجود يعني في المحاضرة المرئية المصورة رقم 21، ولكن الفكرة يعني الفكرة الأساسية حتى يعني ربما سهل لك الأمر. نحن في شبكة التحليل الذاتي للوقت، يعني ماذا نفعل؟ يعني احنا قمنا بتشخيص سابق، صح؟ قمنا بتشخيص وسألنا الموظفين عن يعني مشاكل في إدارة الوقت، صحيح أم لا يا منى؟ في التشخيص الأول يعني في عندنا محور اللي هو إدارة الوقت، نعم. فبالطبع في التشخيص الأول الموظف يعطينا ربما المشكلة بطريقة عامة، لا يدخل في التفاصيل. مثلا يقول لك أنه مثلا الموظف الفلاني في المكان الفلاني يسبب لنا في إشكال في الوقت، وكل مرة نطلب منه مثلا مهمة يقول ما عندي وقت، فتعطيلات كبيرة مثلا. فنذهب إلى ذلك الموظف ونقوم بتحليل الوقت لذلك الموظف، يعني نطلب منه أن يقوم بتعبئة هذه شبكة التحليل الذاتي الوقت.
يعني مثلا ناخذ 5 ايام من بداية الدوام، مثلا ساعة 8:30 إلى الساعة 9:30، ماذا فعلت؟ قمت بالمهمة الفلانية، من أمرك بقيام بها؟ يعني يكتب في طبيعة الفعل والفعل الملموس ماذا فعل، ويكتب هذه نص ساعة راحت هنا، هذه ساعة راحت هنا، إلى آخره. ثم بعد ذلك يعني فيه يعني كم من مرة قام بالفعل والوقت الذي استغرق، هذا استغرق 30 دقيقة 20 دقيقة إلى آخره. هذا الجزء يتم تعبئته يعني خلال اليوم. ثم في آخر اليوم نقوم نحن بالتحليل، نقوم بالتحليل يعني نأخذ كل فعل ونراه. مثلا بالنسبة لنوعية النشاط، قد يكون ذلك الفعل مثلا تصرف جاري، يعني عمل يومي تنفيذي، فنكتب مثلا تصرف جاري. قد يكون ذلك الفعل مثلا معالجة مشكلة، فنكتب معالجة مشكلة، يعني مثلا 30 دقيقة يعني خصصت للتصرف جاري. ربما مثلا 60 دقيقة يعني خصصت لمعالجة مشاكل معينة. ربما مثلا انزلاق وظيفي، يعني موظف مثلا يغيب فرئيسه يقوم بعمله، فبالطبع رئيسه ياخذ راتب اكثر منه، فبالتالي هذه اشكال، فنحسب الوقت اللي كلفنا اكثر راتب. ثم القيادة الاستراتيجية، القيادة الاستراتيجية انه هذا الفعل لاخذ قرارات. ثم الوقاية من المشاكل، يعني ربما هو قام بأفعال، يعني هذه الأفعال مكنت الشركة أنها يعني تتقي وتقي نفسها من المشاكل. مثلا نحن لما نشتري أدوات مثلا إطفاء الحريق فهذا وقائي. نعم هذا وقائي. يعني نحن الآن يعني أجيب على سؤالكم، سؤال زميلكم ملهم بخصوص يعني شبكة تحليل الوقت، يعني أراد يفهم كيف يعني الوقاية من المشاكل دخلت في نوعية النشاط. ففسرت له أنه نوعية النشاط هذه يمكن يكون ما يقوم به من نشاط الموظف، يمكن يكون معالجة لمشكلة أو انزلاق وظيفي أو قيادة استراتيجية أو، فنحن معنا نطلب في يعني في اليوم كامل ماذا فعل الموظف وكم احتاج وقت. فإذا يمكن مثلا في اليوم الأول خصص مثلا ساعتين للوقاية من المشاكل، يمكن في اليوم الثاني خصص نصف ساعة، يمكن في اليوم الثالث يعني لم يخصص أي وقت للوقاية من المشاكل، كان كل عمله معالجة مشاكل. وبالطبع الفكرة هي نفسها مع الـ يعني الـ القيمة المضافة والإلحاحية. فكل النشاط نرى هل هو قيمة المضافة قوية أم لا، هل هو ملح أم لا. ثم بعد ذلك نستطيع أننا نقرر مثلا ما هي النشاطات التي يحتفظ بها هذا الموظف، ما هي الأعمال التي يمكن يفوضها، ما هي الأعمال التي يمكن تحويلها إلى مكان آخر. فهذا الموظف الذي كان كل ما نطلب منه مثلا مهمة يقول ما عندي وقت، لما احنا بعد التحليل هذا يمكن 20% او 30% من المهام المطلوبة منه نحولها الى مكان، معناها الى إدارة اخرى. فاذا مثلا هو يشتغل 8 ساعات مثلا، اذا كان يعني بعد التحليل يعني نحول مثلا له مجموعة من المهام، فيصبح يعني يوفر ساعتين في اليوم، فبالتالي يعني يستطيع أنه ربما يقوم بالمهام التي كانت تطلب منه وكان لا يجد وقت لكي ينفذها. فما أدري أخ منهم، هل يعني واضحة الإجابة أم؟ واضح، ممتاز ممتاز. فإذا احنا يعني توقفنا في يعني السؤال، أعطينا 3 أسئلة صح؟
فعلا معنى ملهم. قدم بينا المحاضرة رقم 21، لكن يعني لا في مشكلة يعني. فإذا نحن توقفنا في أي سؤال، أي سؤال رقم، قدمنا سؤال اللي هو رقم 3، صياغة المخطط التنفيذي لإدارة الجودة. تريدون يعني أن الوقت انتهى وربما تجاوزنا الوقت، تريدون أن نعيد الأسئلة هذه المتعلقة بالمحاضرة رقم 19 المحاضرة القادمة؟ إذا إن شاء الله يعني نعيد الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة المرئية رقم 19. بالطبع يعني أريدكم أنكم تسألوا، وأريد يعني أن الأمور يعني تكون واضحة، لكن حتى يعني نتقدم بصيغة طيبة وترضي الجميع بدون أنها يعني تربك. نحاول أن نسأل أسئلة بخصوص المحاضرة الحية التي نقدمها يعني. يعني اليوم يعني سبقنا زميلكم ملهم، ما في مشكلة أجبناه، ولكن يعني هذا لا يجعلنا نتقدم بالطريقة الجيدة. فأرجاء يعني من الأخ ملهم ومن بقية الطلاب لكي نستطيع أننا ننهي يعني قبل المحاضرة رقم 12، ونجد وقت في المحاضرة رقم 12 لكي يعني نراجع، فهمتني؟ ف يعني نسير ما يقال واحدة واحدة، فهمتني؟ فإن شاء الله. لذلك هي المادة لو ندرسها بخطوة خطوة تصبح سهلة، لكن إذا كان أنا مثلا أتحدث عن المحاضرة رقم 19 ويأتي سؤال عن المحاضرة رقم 20 أو 21، هذا يربك ويجعل الطالب، خاصة يعني بعض الطلاب اللي يحتاجون إلى يعني الهدوء في التقدم في فأعرف أنه هناك كثير من الطلاب ما شاء الله مجتهدين وربما أتموا المنهج، ولكن عليهم أن يراعوا أيضا بعض زملائهم أنه ربما يشتغلون وعندهم يعني صعوبات أنهم يتقدمون في محاضرات، فنراعي ظروف زملائنا ويعني نحاول أن نمشي بنسق طبيعي يتناسب مع الجميع إن شاء الله. ما في إلا الخير، كما ترون يعني الأسئلة واضحة ومباشرة، وبالطبع يعني هناك منتديات سابقة يمكن تسألون زملائكم في السابق، وسترون ما يعني الجميع يعني يعرف انه ان شاء الله الامور في متناول الجميع، والمهم انه نحاول ان نجتهد ان شاء الله لكل مجتهد نصيب. ففي نهاية هذه المحاضرة اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من محتواها. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.